البرلمان الأوروبي أدان الجزائر، قال ندين ما يجري في الجزائر والاعتقالات وكذا وكذا وكذا. كان أحلى، كان 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 لو كان جاو يخدموا صح من أجل الشعوب، كانوا يدينوا إسرائيل اللي راه تضل تقتل في الفلسطينيين. ما عندهمش ناس مجردين أبرياء، يوميا يوميا الموت، يوميا الموت. والاتحاد الأوروبي تحرك، تحرك ولو بكلمة. واش دخلهم فينا حنا؟ واش حنا رانا في القمع؟ رانا عايشين في بعضنا بعض. تسعة شهور والمسيرات ماشية في الجزائر ولا قطرة الدم، وتحت الحماية نتاع الجيش الوطني الشعبي وتحت الحماية نتاع مصالح الأمن. حداهم تما هذوك كل السطرات الصفر ولا واش يسموهم؟ جيلي جون. واه كل سبت التكسار، المجاريح، الدم، الحريق، ما يدينوش، لا يدينو الجزائر. الجزائر قعدت اليوم هنا شوكة ويموتوا بالفقعة من الجزائر.